المهمة اللي بتخص تدريبات اليوم. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز أمير هشام، برحب بيك طبعا كالعادة وبرحب بكل جمهور النادي الأهلي. أهلا بيك يا كريم، طمنا على الجديد عندك، أنا عارف إن عندك بعض كمان الكواليس اللي حابب تقولها لجمهور النادي الأهلي، اتفضل سامعينك. بالتاكيد طبعا زميلي امير، في البدايه بنقول هارد لك للنادي الاهلي، وزي ما انت قلت طبعا يعني الخساره هي مش نهايه العالم، لكن اكيد درس مستفاد كبير جدا لكل اللعيبه للجهاز الفني للجميع. يعني نقدر نقول كنا بنتمنى ان احنا امبارح يمكن في بدلك كبير جدا عند اللعيبه، التيم بشكل عام ما بانش بالشكل اللي احنا عايزينه، شخصيه البطل بقى كنا محتاجين نشوفها، كنا محتاجين نشوف الجديه وروح الفانيله الحمراء، امور عديده جدا يمكن غابت عننا امبارح، لكن ده يمكن نقدر نقول انذار بقى لكل اللعيبه الفتره اللي جايه لابد يكون في مزيد من التركيز. عندنا فارق نقاط كبير، لكن احنا جمهور النادي الاهلي يعني طماع في الكوره، عايز الفرق يكبر وعايز كل مباراه تكون انتصار ليه. احنا عندنا هدف واحد يا امير، انت عارف طبعا كل مباراه 3 نقاط، طبعا كل عارفين كل المباريات بيكون ليها حسابات خاصه فنيه وذهنيه، وايضا كمان بالنسبه للاصابات والغيابات لفريق النادي الاهلي، لكن ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر الفتره القادمه ان هو يعوض مباريات عديده ونقاط عديده. هدفنا كبير هو حصوله على لقب بطوله الدوري العام، وانت عارف طبعا اللي عايز بطوله الدوري العام عايز نفس طويل أكيد. بيبص للاخر، بيبص لاخر المباراه، ما بيبصش للمباراه، المباراه عدت خلاص انتهت، يمكن ده اللي اكد عليه الجهاز الفني عقب انتهاء المباراه مباشره، تم غلق صفحة تماما بكل السلبيات اللي فيها، بالنقاط، بكل الامور، وهيبدا النادي الاهلي بشكل كبير النهارده بدون راحه طبعا زي ما انت عارف. الاستعداد القوي جدا لمباراه الجونه، مباراه غايه في الاهميه، بتضم عناصر مميزه جدا، بيلعبوا كوره جيده جدا، فمحتاجه ايضا كمان ان يكون في شغل كبير في ارضيه الملعب مع الجهاز الفني بقياده رينيه فايلر، محتاجه كمان ايضا كمان ان احنا التشكيل الفتره القادمه والتعديلات اللي شفناها في مباراه الزمالك تتعدل اكتر من كده كمان، يعني شفنا بعض اللعيبه في اماكن غير مركزه، كنا بنتمنى طبعا ان هي تادي بشكل مميز، لكن خلاص يعني زي ما بقول لك الامور انتهت بالنسبه لنا، والامور خلاص ان شاء الله النادي الاهلي يغلق الصفحه تماما زي ما احنا متعودين. انا عايز اتكلم بس في نقطه مهمه جدا طبعا يعني ونطمن جمهور النادي الاهلي على وليد سليمان. وليد سليمان طبعا يمكن شفناه في مباراه الزمالك الاخيره والكره المشتركه اللي كانت مع محمد عبد الشافي، طبعا يمكن واحد من لاعبي نادي الزمالك اللي اكيد بنتمنى له كل السلامه، لكن النهارده يمكن وليد سليمان اشعه صباحا، عمل اشعه صباحا على كتفه الشمال، يمكن بفكر طبعا وبذكر كل جمهور النادي الاهلي مباراه السوبر يعني اللي فاز فيها النادي الاهلي 3-2، وكنا شفنا طبعا ضربه الجزاء اللي كان محمد كوفي لاعب نادي الزمالك يمكن كان ضربه جزاء لوليد سليمان، نفس الاصابه يعني او نفس الكدمه القويه هي اللي دلوقتي مع وليد سليمان، كدمه قويه جدا شفناها، ويمكن شفنا وليد سليمان تحمل على نفسه في المباراه الاخيره مباراه في نفس المكان يا امير، طبعا يعني نقدر نقول فوق في كتفه الشمال، لكن واضح ان هي كدمه قويه، يمكن زي ما اكدنا ويمكن طمنت بشكل خاص من وليد سليمان تحديدا، يمكن هو عمل اشعه صباحا النهارده، هيتم طبعا عرضها على طبيب النادي الاهلي خالد محمود ان شاء الله باذن الله، ما تبقاش اصابه قويه، لكن واضح ان هي كدمه قويه جدا لوليد، ويمكن هو متاثر من فتره طويله جدا، اي امور بتكون في الكتف الشمال كمان تحديدا بالنسبه لوليد سليمان بتعوقه يمكن بالنسبه للتدريبات، او بيحاول ان هو ما يبقاش في التحامات، لكن ان شاء الله بنطمن بشكل كبير جدا على الاشعه اللي اجراها وليد سليمان صباح اليوم النهارده، باذن الله ان شاء الله تعدي، وكل الامور الخاصه بلعيبه النادي الاهلي بالنسبه للاصابات ان شاء الله تعدي. كمان عايزين نطمن النهارده على احمد الشيخ، احمد الشيخ يعني اقدر اقول لك النهارده بنسبه كبيره ممكن يشارك في التدريب الجماعي لفريق النادي الاهلي، هو كان طبعا كان فضله الراحه بالنسبه للمباراه الماضيه وتدريب ايضا قبل الاخير، لان احمد الشيخ لسه بيعاني طبعا من بعض الالام في الكاحل بالنسبه لرجليه الشمال، لكن ان شاء الله باذن الله امير نطمن على كل لعيبه النادي الاهلي كل الامور. يمكن اقدر اقول لك خلاص بالنسبه لعيبه النادي الاهلي في محاضره فنيه دلوقتي دلوقتي ما قبل المران، والتمرين بالظبط هيبتدي الساعه كام، والامور هتبقى ماشيه ازاي، والبرنامج الخاص بالفريق حتى موعد المباراه المقبله باذن الله تعالى. يمكن في هذه اللحظات زميلي امير طبعا يعني نقدر نقول محاضره للجهاز الفني، المحاضره طبعا كالعاده بيكون فيها التحضير للمباراه القادمه والحديث عن المباراه، خلاص انتهت بالنسبه لمباراه الزمالك، ولابد ان احنا نستعد بكل قوه لكل المباريات القادمه، وتكون انطلاقه جيده وقويه لفريق النادي الاهلي في مباراه الجونه. النهارده التدريب هيبتدي 5:30، يعني خلاص يمكن نقدر نقول لحظات بسيطه جدا، وهيتوجه لاعبو النادي الاهلي الى ملعب مختار التتش لاداء التدريب، انت عارف طبعا مع مباراه الامس النهارده مش هيبقى في تدريب قوي، هيبقى ريكفري بسيط جدا لكل اللعيبه اللي شاركت، وتدريب قوي وخاص جدا لكل اللعيبه اللي لم تشارك في مباراه الامس. التدريب هيكون مستمر طبعا، انت عارف طبعا لما بيكون في مسحه قبل 48 ساعه بالنسبه للمباراه القادمه مباراه الجونه بيكون التدريب صباحي، فاكيد التدريب غدا هيكون 5:30، وبعد غدا هيكون التدريب 9:30 صباحا على ان تكون مسحه طبيه، ومن بعدها بقى ان شاء الله النادي الاهلي يستمر في 5:30 يوم المباراه او يوم قبل المباراه على ان يدخل الى معسكر مغلق استعدادا لمباراه الجونه. بناكد طبعا على جاهزيه اللعيبه ان شاء الله، طمنا طبعا بشكل عام من كل اللعيبه، لان بعد مباراه الزمالك كان فيها التحامات قويه جدا، كل مباراه بيكون فيها بعض الكدمات بعض الاجهاد، لعيب بيشعر باي حاجه في العضله الخلفيه
الاماميه. لا الحمد لله الامور ماشيه بشكل طيب جدا لكل لعيبه النادي الاهلي، وده اللي بنتمناه وبنتمنى من جمهور النادي الاهلي المسانده والدعم الكبير الفتره القادمه. مش معنى المباراه النادي الاهلي اتهزم هذه المباراه ان طبعاً الامور كلها تكون خلاص خارج السيطره بالنسبه لعيبه النادي الاهلي. لا، لعيبه النادي الاهلي على قدر المسؤوليه، وبنقول ثقتنا كبيره في لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني. دي مش كلمه من فراغ، لان بنشوف الجديه وبنشوف حماس كبير جدا في التدريبات. لكن اكيد زي ما احنا بناكد امير التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى ممكن تعمل كل بالزبط. حاجه في المباراه. شفنا اليو بادج امبارح وظهوره المميز جدا والرائع جدا، وكان مركز بشكل كبير كذا فرصه. لو كانت النادي الاهلي قدر يحسمها الموضوع كان هيكون مختلف بشكل كبير جدا. لكن هي دي كره القدم. ان شاء الله باذن الله امير يكون القادم افضل مع المسانده الكبيره من جمهور النادي الاهلي. السند والدعم الحقيقي لكل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ومجلس الاداره هو جمهور النادي الاهلي باذن الله. كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من استاد